السلام عليكم ومرحبا بجماهير النادي الإفريقي. ساعات قبل انطلاق مقابلة النادي الإفريقي وأكاديميكا الأنغولي، بصراحة ثم خبر خرج على التشكيلة الأساسية للنادي الإفريقي، ما يخلينيش نسكت باش حتى كان صارت الله لا يقدر معناها سوء سيطرة على الفريق الأنغولي. يعني هو فريق ضعيف، ولكن كان لاحظنا سوء سيطرة وما سيطرناش وما سجلناش أهداف كيف ما أنا نتمنى. 4 بلاش ولا 5 بلاش، راهي الأسباب اللي باش نحكيكم عليها حاليا واللي هي ما ريتها تصير كان في النادي الإفريقي. شاركوا فرق أضعف منا برشا وما صارت لهمش الإشكاليات هذه، شركة الاتحاد المناسيري قبل شركة الملعب الجابسي، شركة الأولمبي الباجي، وقت اللي جاهم فريق ضعيف ينتصروا زاد هما عادي. معناه احنا النادي الافريقي معناتها التشكيله الاساسيه بتاعنا، تصوروا بخمسه غيابات زاد عليهم العمراني، هذا العمراني اصيب زاد. العمراني احنا بطبيعتنا ليه معناها ما هوش في المستوى بتاع النادي الافريقي، يعني ربي يشفيه وكهو، ما ككوره ما قدم حتى اضافه. يخرجوا الناس كلها، اصابه العمراني اصابه خامسه، يعني المعد البدني خارج الموضوع. وعلى فكرة المعد البدني بتاع النادي الإفريقي راهم بدلوه المعد البدني هذا، وبالرغم من هذا المعد البدني اللي فات كانت إصابات عاملة، وكانت تفكروا مع علي العمري وغيره، وسناء إصابات مع هالمدرب هذا المساعد، المدرب المعد البدني هذا اللي جابوه، إصابات في الوقت المناسب. شوف سبحان الله، أسحر هذا أم ماذا يحدث في النادي الإفريقي؟ كان ثم حاجة خايبة خويا، ماني قلت لكم ماك العام ذبحوا عجل في وسط الملعب تاع رادس، اعملوا لما اعملوا شوية قرآن في وسط الملعب، اعملوا حاجة من سبحان الله، خاطر مش عادي. يعني كل ما نقولوا احنا حاشتنا بلقب معين نخسروه، كل ما حاشتنا ببعض الملاعبيه باش يكونوا كاملين ما نلقاوهمش كاملين، اللي هي مقابله الموسم هذيرة تترشح الربع النهائي نتاع كاس الكاف، نلقاو روحنا في باري اخرى ومعناها مورا الموت طالعين. وقت اللي احنا حاشتنا بالمورال طالع معظم الملاعبيه اصيبوا، والادهى والامر اللي معناتها عندنا اكبر دكتور في تونس حسب ما يحكى، معناه محسن طرابلسي نحييوه بطبيعه الحال، هو انسان طيب وانسان معناتها خلوق محسن طرابلسي، ولكن انت ماك مسؤول في النادي الافريقي بصفه عامه على الامور الطبيه، وينك؟ علاش الاصابات هذه كل؟ انا واحد من الناس كان جيت معناها بالحق فريق محترف، معناها الفريق بتاعنا يخرج محسن طرابلسي في ساعة، علاش الإصابات خويا؟ هي الإصابات راهو هكا وهكا، علاش فلان غايت صغير لتو ما هو باش يكور؟ راهو هكا وهكا، راهو ما ثم حتى إشكالية، تو راهي الإصابة نتاعو تتطلب 10 سنين باش يرتاح، ما يسالش 10 سنين نحاولوا نجيبوا ملاعب آخر كما عملوا فريق الجار هذا، فريق الجار اللي هو الترجي، باش خاطر أنا بصفتي محلل لازم نذكر الأسامي بمسمياتها، معناها الأشياء بمسمياتها. الترجي شفتوه البارح كيفاش انتصر معنا على الهلال، صحيح مش قوة كبيرة، ولكن بوغرة اللي عملناه ويجري ويجريه باش يلعبوه سنة، بوغرة ما ثمش ريحته جملة، جابوا ملاعبية معناها هما في نظرهم خير من بوغرة، يعني جابوا ساس وجابوا رودريغو وجابوا زوز الافريكان هذوك تاع الكونغو، جاب الافريكان الاخر، معناها شوف كيفاش. واحنا معناها وحلنا في زوز ملاعبية يلزمهم يكملوا معانا العام ما حتىش للصيف، النادي الافريقي وما ادراك يلزمنا نكملوا للصيف باش نرفعوا منع نتاع الانتدابات على جرد 1,200,000 فرنك. على كل حال لا يرقوش باش يلعب حمزه العقربي، النادي الافريقي وما ادراك من النادي الافريقي يا رسول الله، ما حبوش يقدروا اسم النادي الافريقي، ما حبوش يعطيه قيمه للنادي الافريقي. هذا راهو نحكي وعارف روحي باش نتصرى في مقابله اكاديميكا باش نبداو متفاهمين، راهو كان نبيل ريغل سبور تتصوروا مأيس ولا نشك في انتصار؟ لا ما عندي حتى شك، متاكد بالانتصار وبالنتيجه عريضه، ولكن اريرغوش تضرب الحمرون اللي هو ما قدمش مستويات جيده للنادي الافريقي، بعد هي تضرب الملاعب اريرغوش الطاوس، بقينا بلاش اريرغوش. ثم الملاعب الشاب اللي هو علي العياري الطفل الصغير أرير قوش يحكيوا عليه، الناس كل قالوا راهو ملاعب ممتاز جدا، ماهوش يلعبوا، شكون مش يلعبوا حسب رايك؟ أرير قوش حمزة العقربي هو أرير دروا، ويقولوا كبر باش يحطوه حمزة العقربي أرير قوش. تعرف شنو معناها أرير قوش؟ أرير قوش معناتها عبارة، أنت إنسان ربي يشفي الناس الكل، عبارة إنسان مكسور
في ديه اليسار ولا ساقيه اليسار، تلعب معناها تمشي تعكل، نقول واحنا تعكل تعكز، يعني أرير جوش يلعب أرير جوش بساقه اليسار باش يعمل مونتي صحيحه، أرير دروا يلعب ساقه اليمين باش يعمل مونتي صحيحه. احنا في النادي الافريقي باش نتلزم باش نلعبوا حمزه العقربي ظهير ايسر، علاش الله اعلم. اللي هي ثم حل اذا كان ماهوش على العيار الطفل الصغير اللي كان يذكروني في الاسم غلط تنجم تذكرني فيه، هو اللي نجم يكور. يعني نوصلوا لمرحله كي من هكا في مقابله هامه اللي هو بيكورو ساقيه ما يصار ولا ينجم يحطوا أرير جوش. احمد خليل مولاكس قلت ولاكس ضعيف باش يلعب اسكندر العبيدي وتوفيق الشريفي، اذا كان تحس اللي انت اللاكس ناقص شوي، ما هو احمد خليل ما يلعب في اللاكس، هو ما كنت قلتهم ليه بكوارجي يحط احمد خليل في اللاكس. مثال نعطيكم مثال، التشكيله مش يلعبوا هذوما كما قلنا، معناها على اليمين غيث الزعنوني، على اليسار حمزه العقربي، في الوسط توفيق الشريف واسكندر العبيدي، وسط الميدان احمد خليل معاه وسام يحيى وشهاب العبيدي، في الهجوم مش يلعبوا الطيب المزياني وبسام صرارفي وكينغسلي ايدو. يعني مستحيل في النادي الافريقي نعملوا ابتكار، باش نبقاو ديما بنفس الخطه 4-3-3. الافريقي المره هذه 4-3-3 وارير جوش اللي هو يلعب باليمين، يعني نجم يكون خارج السرب جمله، لارير جوش باش يكون خارج الموضوع جمله، ماهوش يعمل حتى مونتي، حتى كان باش يعمل مونتي المونتي نتاعو باش الجمهور باش يبدا يعيط ويسب، خاطر مونتي باش يدورها باليمين مره في التوج مره ضايعه مره هكذي حاجه معروفه. قانون كرة القدم يقول هكا، معناه اللي هو عنده بيكورو ماهوش يلعب وينجم يلعبوا لارير جوش. مثال، والخطة اللي شادين فيها صحيح هذه نتاع 4-3-3 سيفيني مع الفرق الضعيفة تنجح لك راهو، أما راهو كان تلعب لي مع الترجي ولا مع فريق قوي بخطة 4-3-3 راك باش تعمل لنا فضيحة، والسلام عليكم، وإن شاء الله بعد تالي نتقابلوا الفريق المنتصر 4 ولا 5 ولا 6 بلاش، والسلام عليكم.